السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض لعبة أتمنى إنها تعجبكم. هنفترض إن عندي شخصيتين، وفي شخصية فيهم بتتحرك والشخصية التانية بتحاول إنها تضرب صواريخ وتصطاد. طيب خلينا بداية كده نعمل طريق كده. طيب بعد كده هقول له إن أنا هضيف هنا شخصية اللي هي كودو. طيب كودو ده هبرمجه بطريقة سهلة جدا ان هو يضرب صواريخ، بس كفاية كده هو يضرب صواريخ وخلاص. طيب واجي هنا بقى احط شخصية مثلا اد اوبجكت، هضيف مثلا الراجل التايب دوت، وده هبرمجه ان هو يمشي بشكل عشوائي موف كويكلي كويكلي، يمشي بسرعة. ده بقى هبرمجه ان هو يضرب صواريخ. طيب امتى بقى؟ لما يشوف السايكل. طيب ده اول ما شافه بدأ يضرب عليه صاروخ. هو التاني اتعطل عشان حتة الأرض ديت. اتضرب اهو. طيب خلينا نطور شوية في اللعبة. مثلا هاجي هنا واقول له بروجرام، واقول له ان انا عايز الفيو بتاع الشخصية ده، بشايف هو شايف ايه. تمام. طيب نفتح سكيب كده، انا شايف اللي هو الشخصية شايفاه. تمام، اللي هي الشخصية ديت. تمام. طيب ممكن اقول له لا، ده انا عايز خلي ده يجي هنا مثلا كده، وخلينا نعمل حتة الارض ديت عشان يعرف يجري بدون مشاكل. طيب ممكن اقول له ايه، هاجي هنا وهاجي الغي زرار اليمين دوت، دوس ديليت ديليت. طيب هنا هاجي اقول له بروجرامينج، واقول له الفيو بتاعي عايزه فولو. فولو يعني ايه؟ يعني هيبقى عامل عليه زوم، هيبقى مكان ما ده بيتحرك هو ده اللي بيبقى في وسط الشاشة. تمام. طيب اهو، وهبدأ اقول له سكيب كده. الكاميرا بتتبع مين؟ بتتبع الشخصية ديت. حاسب حاسب الصواريخ. طبعا انا كده مش بتحكم فيه، هو بيمشي لوحده. تمام. بس طيب خلينا نيجي هنا ونقول له بروجرام، واقول له ان هو لو خبط في اي حاجه، في اي حاجه يعمل ايه بقى. ممكن مثلا شوف انت عايز تخليه يعمل ايه. ممكن مثلا يعمل بوم مثلا. تمام. طيب نجرب.